بطولات وانجازات للنادي الاهلي. كلمه الكابتن يارا وطموحك والمرحله اللي جايه تقولي ايه يا علي؟ لا هقفل مع كابتن مي. لا نسيت كابتن مي في حالها. كابتن مي تقول اخر كلمه اتفضلي. ان شاء الله يعني، بس لما ارجع يعني ان شاء الله. صليبي بتعملي انت عمليه؟ ان شاء الله يوم 5/5 عمليه رباط صليبي وغضروف ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تقول بألف سلامه يا رب ان شاء الله. يعني طموحي ان شاء الله لما ارجع يعني عايزه اشارك في افريقيه وعربيه. نفسي بس نبدا بعربيه الاول لانها نوعا ما الاحتكاك احسن شويه، لانه الفرق مش اقل بس الفرق ما فيهاش انجولا، وانا بالنسبه لي انجولا دي هي اكتر الفرق قويه في افريقيا. وبالنسبه لي ان احنا نخش مربع في افريقيا حاجه مش صعبه خالص، لان بالنسبه لي انجولا اكتر فرق احنا ممكن نكون بعيد عنها زياده، لكن بتهيالي الفرق كلها احنا قريبين منها. فيعني طموحي ان احنا نخش بطولة افريقيا كده ونحقق مثلا المركز الثالث ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. وبطولة عربية بقى ان شاء الله.